يعني اليوم كنعيشوا تاسيس ديال جمعيه نور للتنميه والتكافل، يعني اللي غادي ان شاء الله تدعم المشروع الجمعوي بمدينه خريبكة، اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعني الاعانه باش نكونوا عند حسن الظن المجتمع المدني وحسن الظن ديال هذه الفئه اللي ما في استطاعتهاش وما يعني كتعاني من مسائل ديال من مسائل ديال التمدرس او مسائل ديال التطبيب او هذا. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعني يعاوننا وبالتكاتف ديال الجهود ديال جميع الاعضاء، وهذا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجميع والله الموفق. فاطمه القزمي رئيسه جمعيه نور للتنميه والتكافل، من بين الاهداف ديالها العنايه ودعم النساء في وضعيه صعبه، المطلقات، الاراميل، الايتام، بتخصيص مشاريع مدره للدخل لهذه الفئه المستهدفه. ان شاء الله البدايه ديال العام الدراسي ان شاء الله غيكون عندنا مشروع ان شاء الله ديال الدعم للاطفال، الاطفال في وضعيه صعبه ديال الايتام ان شاء الله، والزياده على الخياطه الخياطه والفصاله بالموازاه مع مشاريع اخرى مدره ان شاء الله للدخل. تتم والتكمل لما سبق ان ذكر في الجمعية، بالإضافة إلى اهتمامها بالعمل التنموي والاجتماعي، تهتم كذلك بالمجال الثقافي. وفي هذا الإطار كنهيئوا الآن برنامج ثقافي دوري سيكون غالبا يكون لمدة 6 أشهر الآن في الدراسة، وكنتمنى أن توفقوا في إنجازه. وكانت دعوة في هذا الحفل التأسيس، كانت دعوة من ممثل اتحاد كتاب المغرب للتنسيق معه، ونتمنى أن نتوفق في هذا الإطار بالإضافة إلى العمل الجمعوي.